أعلنت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة أنه سيتم مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية المعتمدة سابقا، مع إقرار إجراءات جديدة ستعتمد من يوم 3 من ماي إلى 16 من ماي الجاري. كما تقرر مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للابتدائي والإعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ودعوة الأطراف المعنية إلى ملائمة الرزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة تعليق الدروس. كما تقرر إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه للمصادقة بصفة استعجالية على البرلمان، كما أنه تم إقرار حجر إجباري لمدة 7 أيام للوافدين من الخارج على نفقاتهم مع إجراء تحليل PCR بين اليوم 5 والـ7. كما أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان منع استعمال الفضاءات الداخلية والاقتصار على الفضاءات الخارجية بالتنسيق مع البلديات، ودعوة الولايات إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في المناطق ذات خطورة مرتفعة. وبخصوص مشروع قانون للطوارئ الصحية، الدكتورة نساف بن علي توضح: هو القانون هذايا ما كانش موجود في تونس، وكان التطرق ليه في عدة مرات، وإحنا رينا اللي كل مرة كنا نحكيه على تطبيق الإجراءات والردع لتطبيق الإجراءات، وقلنا شفنا معناتها في الصعوبة في تطبيق الإجراءات هذه اللي جامد خطأ. إذا كان توا ما تبصفة مستعجلة يتم إعداد القانون هذايا وعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه، يظهر لي باش يعاون برشا في مكافحة الجائحة هذه. قانون الطوارئ الصحية هو يعاون كذلك لتسخير عدة قطاعات باش يساهموا في المجهود الوطني لمكافحة مثل هذه الجائحات، وكذلك كل ما هو الأمور الردعية تبدأ مقنة وتبدأ واضحة باش هكاك تسهل العملية هذه. وإذا كان فما دي ريستريكسيون معناتها منع التنقل الكل، يكون أول ما يعلن اللي هو حالة طوارئ صحية يولي من سهل باش تطبق معناتها الإجراءات هذه الكل، وتكون وقتها مطبقة بصفة شاملة على معناتها المناطق المعنية الكل، وفما سهولة في تطبيقها. احنا في تونس ما عندناش القانون هذايا، والجائحة هذه ما زالت باش تستمر، وما زال باش نتعرضوا لصعوبات أخرى في معناتها مكافحة الجائحة هذه. فالمقترح نتاع أن يكون عندنا قانون للطوارئ الصحية أكيد أنه باش يعاون في الجائحة هذه، وأكيد باش يعاون في مثلا إذا كان فما حالات وبائية أخرى تمر بها البلاد التونسية. الإجراءات اللي تم اتخاذها هي للمسافرين الكل، راهو ما عندناش معناتها لو ريسك ماهوش باش يجي من بلد دون سواه. الريسك تويكا اللي او فواياج باش يجينا من عده بلدان، معناتها الاجراء كي يكون معمم لجميع البلدان ويكون فيه معناتها روابط واضحه وتطبق على جميع الوافدين، هو باش تكون عنده النجاعه نتاعو الكامله. خاطر كل ما خدينا اجراء لبلد دون سواه شفنا فما عده تجاوزات، وحتى يجم معناتها تصير معناتها انهم يدخلوا عن طريق بلد اخر ولا حاجه كيما هكا. هذاك علاش اهم حاجه عندنا ما نعرفوش كيفاش الفيروس هذا باش يتطور، ما نعرفوش شنو البلدان اللي باش يشملهم معناتها التحورات الجديده واللي باش يكونوا هما في وضعيه نتاع ريسك تريزيلفي. هذاك علاش حطينا اجراءات للسفر موحده لجميع الوافدين.